مساء الخير متابعينا. يمكن احنا النهارده في واحد من اقدم الاسواق الشعبيه في محافظه الاسماعيليه، سوق بورسعيد لبيع الاسماك والخضروات. زي ما احنا شايفين مع بعض، يمكن التجار عندهم بعض الاسماك، في بعض التجار مش موجودين على فروشاتهم. في تالت ايام المقاطعه في محافظه الاسماعيليه، وحال لسان التجار او بياعين الاسماك في محافظه الاسماعيليه ما استفتحناش. استجابة واسعة في محافظة الإسماعيلية لحملات المقاطعة في تالت أيام المقاطعة، متابعة مع حضراتكم. ده السوق الشعبي في محافظة الإسماعيلية، سوق بورسعيد. تالت أيام المقاطعة متابعة مع حضراتكم. يمكن في انخفاض إلى بعض الشيء في الأسماك، لكن الأكيد هو إن في استجابة واسعة الحقيقة للمواطنين لحملات الفيسبوك الخاصة بمقاطعة الأسماك. وكانت محافظة بورسعيد من أوائل المحافظات طبعا في هذا الشأن. معانا أحد البياعين. السلام عليكم. ازي حضرتك؟ عرفنا نفسك. محمد عبد. كلمنا عن النهاردة الحركة في تالت أيام المقاطعة. مفيش حركة خالص، مفيش حركة خالص، مفيش زي ما انت شايفة. شايفين احنا في مدخل السوق تقريبا. تعال ابو مرجان بلد، عايز مرجان بلد. صباح الخير، عرفنا من نفسك. محمد. ايه اخبار السمك النهارده؟ السمك حلو النهارده بس مش كيف الاسعار. ايه اللي حصل بقى؟ يعني كلمنا على اليومين اللي فاتوا، هل كان في فعلا استجابه للمقاطعه حملات المقاطعه؟ بص، هو يعني الاسماعيليه الوحيده ما عملش مقاطعه، تمام؟ واحنا مش يعني احنا مش طالع، احنا جينا السبب ازاي ما عملوش مقاطعه واحنا شايفين السوق فاضي؟ هو اقول لك في ناس بتيجي، في ناس بتيجي كتير، بس يا مدى بيجي عشان يشوفوا فيك 5 زبائن في اليوم، ما ده غلط يعني بيأثر علينا احنا. بس احنا مش طرف، احنا ممكن نسمي التاجر بكذا، لكن بورسعيد عمل قطع، لكن مفيش حاجه في بورسعيد نزل زي ما تقول. في فعلا احنا شفنا تداول صور كتيره وعروض في بورسعيد، الشبار ب 15 جنيه وبعشرين. بورين بطر في بورسعيد هنا اصلا، في بورين بطر خلال مش موجود اصلا. مصر كلها في بورين بطر خلال موسم البورين بطر، موسم بطر في مصر 12 او في نص واحد بس، غير كام كاس بورين بطر احنا نازلين 70 جنيه، هو اصلا ما فيش. بيضحكوا على الناس، ما نزلش مين بيضحكوا على الناس، اللي هو زي ما شفتوا على النت في بورين بطر 70 جنيه بورسعيد، هو ما فيش اصلا بطر. طب كلمنا على الاسعار النهارده، النهارده الشبار بكام؟ الشبار الكبير ده ب 90 كان 90 جنيه، النهارده 80 جنيه. نزل 10 جنيه. نزل 10 جنيه. ايه تاني؟ وعندي البور ده ب 110، اللوك ده كان ب 160. اللوك الكنال وعندي الشبار ده ب 60 جنيه. يعني الاسعار حلوه مش وحشه. لكن بصوا للحمه، بصوا للفراخ، الحاجات الغاليه. السمك بايت؟ لا مش بايت، احنا في سمك بيجي طازه. ايه؟ السمك طازه وسمك بيجي في ناس. لا بس بقى في ايام المقاطعه في كذا حد من التجار قال لي قبل اللايف ان في سمك كتير. ما هو تاجر واحد في عشان تاني. مين هينزله وتاني هيريح؟ فاهم قصدي؟ في سمك، السمك سمك. طب ايه اخبار التلج؟ بيقولوا سعر التلج غلي اليومين. هو كده كده سعر التلج هيغلى ليه؟ ليه؟ عشان المصايف، مش عشان الصيف. عشان الصيف الناس بتتلج اللي هيحط في كل مره ساعه، مش عشان السمك. بقى كام سعر التلج؟ التلج عامل البلوك عامل 20 او 25 جنيه. كان قبل المقاطعة بكام؟ كان عامل 10 جنيه و 12 جنيه، أصلا غير المقاطعة، التلج مش طالع المقاطعة. ماشي بس قبل المقاطعة يعني ممكن، أنا معاك إن ممكن الاتنين يبقوا بالتزامن مع بعض، المقاطعة وفي نفس الوقت الصيف. لكن إحنا بنتكلم. ما عملش حاجة في الأسعار لحد دلوقتي. ما عملش حاجة في الأسعار، الأسعار هي هي. اللي هي فيه هي فيش خالص. لكن ما عملش حاجة في الأسعار. تمام. برضه أحد التجار. مطلوب عليا ولا إيه؟ لا 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 حمزة محمد حبيبي. طب ايه يا حمزة؟ أهم حاجة اسمعني يا حمزة، أهم حاجة
شايف بول بالصلاة انا بعليه. احنا خلصنا الحمد لله، الناس النهارده اكل سمك كلها والله خلصنا. والله وربنا خلصنا سمك الحمد لله. تعالى يكلمنا عن الاسعار النهارده. انت مش هتعرفنا نفسك. عرف نفسك. طيب انا مؤمن ناصر، خلص دبلوم بقالي سنتين. سنه ولا سنتين؟ انت ابنه ولا ايه؟ لا ده ابن الجيران بس هو جايبه. بتتمرن مني؟ عايز اتعرف يعني. كلمنا عن الاسعار. ايه؟ كلمنا عن الاسعار النهارده. في فعلا انخفاض الاسعار؟ المقاطعه اثرت ما اثرتش؟ في اقبال؟ ما فيش؟ كل حاجه زي ما هي. يعني انتوا دلوقتي كل يوم قبل المقاطعه بيبقى سوق بالمنظر ده وما فيش ناس؟ وقال من كده كمان. والله ايه سبب بقى طيب؟ النهارده كانت حركه، يمكن وش حلو علينا النهارده والله. اه والله. النهارده كانت حركه. شايف فينا احنا؟ شايف فينا احنا؟ احنا ما بنكتفش بعض. مقاطعه ايه؟ واحنا مقاطعه في البيبسي ومقاطعه في الشيبسي ومقاطعه في الاندومي ومقاطعه ما هناكل ايه؟ كل حاجه مقاطعه. كل حاجه مقاطعه. ده مننا احنا. والله ده مننا احنا يا ابني. كل حاجه مقاطعه. ليبتون مقاطعه، شاي مقاطعه، ده مقاطعه. ما هناكل ايه؟ نشوف بني ادمين بعد كده. ايوه مين هترجع تاني يا انت؟ واحد من البياعين طبعا. ايه هو يكلمنا عن المقاطعه وتاثيرها ايه على السوق هنا في بورسعيد؟ البلد الوحيده ما فيهاش مقاطعه اسماعيليه. عشان اجيب معاكي من الاخر. ليه بقى؟ البيع عادي، هو شغال زي ما انت شغال والزبائن كلها في شغال. طب ما هو لا ما كل شغال. اهو فين اللي شغال؟ طب اهو فين الزبائن؟ انا عايز زبون واحد. على فكره ده برضه معلم السمك ومش فاهم. طب ايه رأي يعني ايه سبب اني ما... لا 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 ايه سبب ان انت بتقول الناس مش هتقاطع؟ لا عادي، ما هو البيع حد شغال عادي، مش مشاكل. احنا عايزين المقاطعه دي من التجار نفسها. التجار نفسها مش بيبيع. يعني البيع مش ذنبه، ما فيهوش حاجه. يلا الناس بتطلب التليفون من التجار نفسهم. الاساس التجار. يعني يعملوا ايه؟ انت وسمك غالي عليك اصلا كبياع؟ كبياع تجزئه سمك غالي عليك. هو البياع عايز يبيع، لكن الحاجه غاليه هو مشترك وعايز يبيع. الحاجه جايه سعرها حلو.